وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعذرت بوجودها أكناف الوجود، ودرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه، يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب رسوله